تحرص الدولة على الحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي، ولذا تقرر إيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المنزرعة بمحصول القمح الاستراتيجي لحين الانتهاء من موسم الحصاد. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على محصول القمح من التلف أو الفقد، وذلك في مناطق التنفيذ مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى. عقد المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان استكشاف استراتيجيات النجاح المستقبلية. تستمر فعاليات المؤتمر حتى 18 فبراير 2024 ما بين محافظتي القاهرة والأقصر، وتناقش النسخة التاسعة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح العديد من المحاور والقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعرض المؤتمر الحلول المناسبة لهم وكيف يتم استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال. النهارده مهم جدا، واحنا كبنك اوروبي بنساند المؤتمر ده بقالنا 9 سنين. اهميته ان هو بيجمع نخبه من سيدات الاعمال والمشروعات الصغيره والمتوسطه في الوطن العربي. النهارده طبعا جاي في وقت مهم جدا، احنا بنمر بمرحله حرجه شويه، عندنا مشاكل كتير قوي اقتصاديه وسياسيه بنمر بيها، ولازم نساعد على قد ما نقدر المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان هي دي اللي هتشد الاقتصاد، يعني هي الامل الوحيد دلوقتي في اللي بنسميهم الاس ام ايز، المشروعات الصغيره المتوسطه. دي مبادره من القطاع الخاص ان هو يسعى الى دعوه المجتمعات العالميه انها تشوف انجازات المراه المصريه ومستوى ثقافتها ومستوى مساهمتها في الاقتصاد المصري، وازاي نقدر نتعاون مع بعض ونوري صوره ايجابيه للسياحه والاستثمار والامان اللي البلد موجوده فيه. اختتمت فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية بمحافظة الأسكندرية بالتعاون مع وزارة التخطيط الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب. تهدف الفعاليات إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات وتدريبها على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية، وقد أنعشت الأمال حيال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 0.5% لتبلغ ما قيمته 82.09 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما نسبته 0.54% لتحقق 78.75 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.51% لتصل إلى 2.72 دولار للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95% لتسجل 1.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد البنك الإفريقي للتنمية في تقرير له أن الاقتصاد الإفريقي خسر قوته بسبب التضخم المقدر بنحو 17.8% وتباطؤ النمو خلال العام 2023، مشيرا إلى أنه لا يزال بشكل مرن. أوضح البنك الإفريقي أن التضخم ارتفع في القارة منذ بداية وباء كورونا ولا يزال مرتفعا بشكل متواصل، مما يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. يتواصل إضراب جديد لمراقبي السكك الحديدية في فرنسا، يستمر حتى الاثنين القادم، مما يثير سخطا واضطرابات في حركة القطارات، ويطالب مراقبو السكك الحديدية بزيادة الأجور. ما زالت الشركة وممثلون عن النقابات بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. في وول ستريت لم تشهد المؤشرات الرئيسية بالبورصة الأمريكية تحركا كبيرا خلال التعاملات، وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات وقوضت الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي. في هذا الإطار وفي هذا الشأن هبط المؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.3%، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.3%.